شوف الحين في البيت غسلنا وعيان، وهنا شوفوا كيف التنظيف. هذا كيميكال صراحة ممتاز جدا حال مكان. شوف هني دوا الحين، شوف كيف الوسخ، شوف الوسخ اللي طالع منه. تشوفوا بعدين كيف بيكون من يخلص تلميعة، بصوركم له شوف كيف تلميعة بيكون. شوفوا هذا من بعد التنظيف ومن بعد الكيميكال، شوف كيف كل الأوساخ ما شاء الله طلع راح، ما في شيء، الأمور طيبة. شوف هذا البلوك، هذا من بعد الكيميكال من بعد التنظيف، شوفوا كيف ما شاء الله. شوف كيف أمور رجع جديد 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 رجع. أهم شيء هذا هو الكيميكال، ها اللي يصير